بمناسبة اليوم العالمي للأسرة تنظم جمعية كرامة لتنمية المرأة صالون الزواج المغربي. صالون الزواج المغربي في نسخته الأولى الذي يستهدف أولا تتمين الثقافة الأسرية المغربية في مجال الأعراس، ثم التعريف بكل المستجدات المتعلقة بالعرس المغربي في هذا المجال. كما نعلم هناك إبداعات كبيرة جدا، فنحن نعمل وسوف يحاول هذا الصالون أن يدعم ويشجع الفاعلين في هذا المجال. كما أن هذا الصالون يهدف إلى دعم الكفاءات النسائية اللواتي يستفدن من جمعية كرامة لتنمية المرأة خلال برامج تكوينية وتأهيلية من أجل إعادتهن داخل المجتمع، بحيث تحصل هؤلاء الفتيات على تعاونيات من خلالها تسعى النساء إلى تحقيق الاستقلالية المالية. فكانت هذه مناسبة لتشجيعهم ولتقديم إن بلاتفورم اللي غادي تسهل عليهم العمل، وأولا العرض وترك البصمة ديالهم، وبالإضافة إلى ذلك أن يكون بينهم وبين الفاعلين الاقتصاديين ذوي الخبرة في المجال لقاء مباشر، حيث يأخذون من تجربتهم ويتعلمون من خلال الاحتكاك خلال اليومين. صالون الزواج المغربي هذا سوف يكون بداية للمهرجان 12 للزواج الجماعي الذي اعتادت جمعية كرامة لتنمية المرأة أن تنظمه هذه السنة. مهرجان الزواج الجماعي سوف يتضمن جميع مراسيم الزواج المغربية، بدءا بحفل الحمام بالصيغة التقليدية الذي سوف ينطلق غدا في 10 صباحا بعين المكان. من هنا سوف تخرج العريسات ديالنا باللباس والزي التقليدي عبر جمعية كرامة في زي وفي موكب جميل تقليدي يحافظ على عادات هذه الجهة. ثم بعد الحمام غادي بعد الغداء غادي يرجعوا الى القصر، هنا غادي يكون عندهم مرسم ثاني الا وهو حفل الحناء. للجميع مدعو له دعوه عامه، كنتمنى يحضروا معاه الناس ديال طنجه اللي حاضرين معنا ويجيوا يفرحوا هاد العريسات ديالنا. غتكون فرقه ديال اللي غادي تشارك الاحياء ديال هاد الحفل، واللي كنتمنوا ان الجميع يجي يحضر، اللي غيسمعونا يجيو يحضروا معاهم غدا ان شاء الله الحفله ديالهم ديال الحنة. ونهار الجمعه غادي يكون هناك حفل عشاء الذي سوف يختتم، او اثناءه سوف يكون عرض للازياء اللي غادي يقدموا فيه دي ستيليست الموديلي اللي غادي كيشاركوا على الصعيد الدولي، وعندنا اسماء اللي هي معروفه جدا، نخليكم تشوقين ولا يمكن لكم تعرفوا عليها عبر الموقع ديال هذا النشاط اللي هو لو سالون دو مارياج كاغاما ويدينغ او جمعيه كرامه لتنميه المراه. ف بعد هذا العرض غادي نقدموا نماذج ديال العروسه ديال الزينه ديال المغرب، بدءا من الزينه ديال الشمال الى الشرق الى الزينه الامازيغيه الشلحه، ثم الزينه الصحراويه ان شاء الله. غادي يكون المرسم الاخير ما قبل الاخير هو يوم السبت اللي كنسميوه في طنجه الظهور، الحفل ديال الظهور. هذا الظهور هو العرس ديال المرأة. حنا في طنجة كيكون عندنا غير النساء 100% نساء، وهذا الشيء اللي غادي يكون عندنا هنا 3:30 العشية حتى 10 الليل غيكونوا عندنا حفل غتحييه فرقة ديال النساء، وغادي يكونوا فيه غير النساء، وغادي يعملوا المراسيم والطقوس ديال عقد ليزار وديال الزينات إلى آخره، كل اللي كيديروا العريسات. في 10 الليل غادي تجي الفرقة موسيقية ديال الرجال، وغادي يجيو العرايس الرجال غادي يعاودوا يعملوا لهم الطقوس ديال المراسيم ديال الظهور ديالهم بالحضور ديال النساء اللي كيبقاو حاضرين هنا معنا، غادي يحنيو لهم يعملوا لهم يفرحوهم حتى هما. كيجي المرسم الاخير وهو كنخرجوا العريسات بالحويجات ديالهم بالسليمات ديالهم بحال جميع العريسات، كنقدموهم الازواج ديالهم وكنتبعوهم بالحليب والتمر الى الفنادق حيث كيقضيو الليله ديال العمر ديالهم.